أغني أيها الأمير السعيد ذو العمر المجيد. مجيد إيه بقى؟ ربنا يفوت الشهر ده على خير. حد بيتكلم؟ لا 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 أبدا، مفيش حاجة. طب هون ما أنا بهبه بمنتهى الرقة عشان النسمات ما تجرحش الجناب العالي. هوي وانت ساكت وانت عامل زي اير كونديشن كده، التكييف انت السخن وده البارد. بارد بارد يا مولاي، اللي تشوفه كانت القلم صغر ابرهولك بالموش عينيا. لا بلسانك اللي عامل زي المبرد. غيره يا اخوانا، غيره بسرعه، غيره غيره جاهز. انا عارفه انك بتحب تكتب بالرصاص، جهزت الشويه دول وبارد لك منهم خمسه. متشكر يا سوسو. انا بقى معايا الاستيكه، اذا كنت عايز انا تحت امرك. انت تسكت خالص، ما تعلمنيش. ايه ده يا ابني، انت بتشوف ضرة؟ لا انا اخرس خالص، انت معطلني. الله، انا عندي معاك مع المنتج المخرج اسالنا من المسرحيه كامله، مش عارف اكتب المشهد الاخراني. ده ايه ده؟ سكوت 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 سكوت. شاكك انه انسان بيتكلم بسرعة 1000 كلمة في الدقيقة. هو مش معقول كده، مين اللي بيتكلم؟ حاملة المروحة اليمنى يا مولاي. اير كونديشن البارد. يا بارد. تعرف انت عملت ايه؟ ايوه معلش يا حماد، الغلط مردود يا اخوي، بس اوعى تتصدم ولا يحصل لك حاجة وابقى انا السبب. انت بتقولي ايه؟ ابدا يا جوز اختي دي بتيتي. هما مالهم؟ جالهم ايه؟ مش كويس. لا ابدا ابدا، ده اسم كلام برضه يا قمر. ايه؟ ما انتيش شايفة؟ ادينا شايلينه على كفوف الراحة لحد ما يطلع. ايه؟ الشهر. انتوا بتبرطموا تقولوا ايه؟ سهير ما بتقولش حاجة. ايه الحكاية بالظبط؟ لا ابدا يا حبيبي، يا حبيبي ما تاخدش في بالك، ما تشغلش نفسك، ما فيش حاجة حصلت، احنا بس كده عاوزينك تروق دمك عشان تعرف تكتب وتألف المسرحية، واحنا كلنا تحت امر. ايوه ما هو يعني روق، لازم تروقوني. عادل. نعم يا جوز اختي مبجل. تعالى، انت كتبت الفصل الاول اصله 3 صور كربون. كتبت الفصل الاول اصل وثلاث صور كربون. لا ما هو هتكفى حنكور عينك. كتبت الفصل الاول اصل وثلاث صور كربون ولا لا؟ ملحقتش. ملحقش ده كلام فارغ، ده استهتار بالمسؤولية، ده عدم تقدير لفني. انا زعلان، انا زعلان. لا 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 يا حماد، ليه كده يا عادل؟ ليه كده يا حبيبي؟ خليها عليك شوية يا حبيبي، وهي هتيجي لوحدها. أنا عايز أفهم القرشانة دي بتقول إيه؟ نفسي أفهم. سهير يا عيون سهير من جوه، ممكن تفهميني كلمة واحدة من اللي بتقوله الست دي؟ إيه؟ ما أصل الكلام اللي مش مفهوم ده يجيب العزب، والعزب ده يجيب الضغط، والضغط بقى يلا السلامة. لا 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 لا، سلامتك يا حبيبي، سلامتك يا أخويا يا صلاح، يا اللي كنت معاه الشعلان، يا اللي كنت منور، سلامتك سلام، يا اللي رايح بدري يا خاي. انا عايز افهم تتقابلي كده ليه؟ لا لا لا، ده اصلها افتكرت ابويا، سلامتك يا ابويا. حبيبي ما تاخدش بالك، انا مش عارفه ايه اللي جرالها الايام دي، تمام انك كده على نفسها كده وحالتها مش طبيعيه. ايوه يا سوسو، بس قصدي كلام هداف، والنكد اللي بتعمله في حياتي ده بينعكس عليا، مش عارف اقفل الفصل الثالث، مش عارف اقفل المسرحيه بصراحه، المشهد الاخر انا عايش شويه تركيز بس. تركيز تركيز، وعندك واحد تركيز على ميه بيضا وصلحه. ايه يا ابني، ده احنا في قهوه بلدي. لا يا جوز اختي، اصل كده يعني حبه فرفشه، يعني بضحكك. اضحك ليه تتضايق؟ لازم تضحك. Thank you.
عشان تلافيف مخك تنور. تلافيف مخي بذمتك انت مدرس؟ حاسب نفسك مدرس؟ ايوه، انما اذا كنت عايزني اسيب التدريس اسيبه. طب هتشتغل ايه؟ ها؟ بقول هتشتغل ايه بتاع التلافيف انت؟ اسمعني كويس، طول ما عندكش ضمير نتيجة صفر. لا، النتيجة كانت 2-1. التلتاشر لعب تلافين كده. ابن حيطاول لب خشب. بقول لك تعالى هنا. حاضر، بس ما تزعلش نفسك. انا عادي. انا عارف انك عادي. فاكر الكراريس اللي كنت بتصلحهم للتلاميذ بتوعك واديتهم صفر علشان حالتك النفسيه كانت متوعكه؟ فاكر. ليه؟ زي ما بقول لك، فين ضميرك؟ مالهم هم ومال حالتك النفسيه اللي كانت متوعكه دي؟ احمد، ما زعلش نفسك يا حبيبي، روق. اذا كنت عايزني اديهم 10/10 النوبه الجايه ان شاء الله. برضو ده غلط. انا عايزهم تديهم حقهم بس، مش اكتر من كده. البني ادم اللي عنده ضمير ما يحرمش الناس من حقهم. ايوه زوجتي، بس اصلي انت هتحكي لي تاريخ حياتك؟ الحمد لله ان اللي زيك شويه، والا كنا روحنا في داهيه كلنا. نهايته عايز اشتغل، عايز اشتغل على رواقه. ادوني فرصه يا في الفصل الثالث. يقول ايه ده؟ انا سامع صوت بيستفزني. مين اللي طلع صوته من غير اذن ولا اشاره؟ مش انا. ولا انا. انا بقول يا نار. يا ترى النار دي في عقلك ولا في لسانك؟ لسانك الزفر، لسانك اللي زي المبرد، لسانك اللي منكد علي عيشتي، لسانك اللي بيقلب المعدول ويعكر الصافي. انا يا حماده؟ لسانك اللي النقطه منه عكر بحر الحب كله. لسانك المبرد. لا، منشار. ايوه، المنشار اللي بيقطع عروق المحبه بين الناس، واولهم انا واختي. عايز اعرف لسانك ده النار طالته ولا لسه؟ لسه. اصل النار في جوفي. جوفي زي ما تقول حامي شويه، بيطلع صوت. صوت؟ يا سلام. يا حمد، بيطلع صوت. الصوت يطلع من هنا وانا اقول من هنا. الصهد يا رب، الصهد. خش عني الصهد يا رب، بعد عنك وعن السمعين. مش كتير عليا يا حماد، انا بتوقع يا حماد. بلاش اتوقع. انت عارفه القهد بتاعتي بتعمل فيا ايه وانا بكتب؟ خلاص يا حماد، اذا كانت يا اخويا القهد بتزعلك بلاش منه. اكتب الصهد في جوزي واسكت. سكت حسي. ده تحلاوه يا اختي. انا سكت حسي، ما اتكلمش خالص. يعني ايه؟ اركب كمامه على بقي واخرس؟ ايوه، مش زي الكلب زي الحصان. هو الحصان له كمامه؟ لا، له لجام. اركب لجام؟ لا، وحش لسان. لسانك لجامك، ان صنتي صانك، ان هنتي هانك. فاهمة؟ يا ريت تقدري تفهمي. مش فاهمة. ودي جريمة تانية. جريمة ايه؟ ده حيلة باسمي تغمة سهير. جريمة. جريمتك عدم المفهومية، الفهم. لو فهمتي عرفتي، ولو عرفتي سكتي، خرستي خالص. مش فاهمة. لو عرفتي طبيعة العلاقة اللي بين الناس، قدرتي تحسي بانك انت مصيبة بتودي الناس في داهية، بتسممي بافكارك حياتهم كلها. مش فاهمه. لازم هتفهمي، انا وراكي والزمن طويل.
لازم هتفهمي وان ما فهمتيش اعبطها يا جوز اختي. هو ده اللي انت فالح فيه بس؟ حماده حماده حبيبي، احنا كل اللي عايزينه انك تبقى مرتاح بس، كل اللي يهمني يهمك ان انا اكون مرتاح، لكن ما يهمكيش اكون سعيد، مش كده؟ انا قلت حاجه زي كده حماده؟ من غير ما تقولي. كفايه عليكي تكوني مرايه لاختك، كفايه عليكي تكوني نسخه كربون من الست فتحيه. كده انا نسخه كربون يا حماده؟ بهتة، نسيت انك انسان تاني، اصل مش صوره، فكر وجسم تاني غير فكر وجسم الست فتحيه. الست فتحيه اللي مكلبشه فيكي ده حد، وانت عامله زي العروسه الماريونيت. انا حماده؟ انا عروسه ماريونيت؟ عروسه خشب؟ نسيت الحب خالص يا سوس. نسيتي حاجه اسمها حب؟ بالحب نقدر نقطع خيوط الماريونيت، بالحب تدب الروح في قلب الماريونيت. نسيتي نسيتي يا شهيره. شهيره؟ هو ده مشهد الختام، هو ده. بالحب نقدر نقطع خيوط الماريونيت، بالحب تدب الروح في قلب الماريونيت، هو ده. لا انا تعبت خالص. احمد ده وراني الوين. بقول لكم ايه، انا تعبت منكم. احمد ده عملنا له اراجوزات وبرضه مفيش فايده. تعبت منه، انا طالع اقعد فوق ما حدش يندهني الا اذا هو جه. فهمك يا حبيبتي، خطفته منك النشالة شهيرة، لحست عقله بقى لما يشوفك يفتكرها، قال وإيه؟ إحنا خايفين عليه يا أختي بلا خيبة. لا لا معلش يا أبا، إحنا برضو لازم نداجيه وناخده على كفوف الراحة زي ما قال الدكتور. أكتر من كده يا سهير، أظن بقى أنا عملت اللي عليا وزيادة. معلش يا أبا، أدينا كلنا صابرين. ايوه بس انا بقى شايفه ان احنا كل ما بنعامله كويس كل ما بيزيد فيها. بس يفوت الشهر ده يا سهير وشوف انا هعمل ايه، هطلع على جدته القديم وجديد. لا 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 يا أبا ارجوكي بلاش كده، بلاش. هنزلك اما اشوف مين. مساء الخير يا هاني. مساء الخير يا استاذ زكي، اهلا اهلا وسهلا. الفساتين هم، انا استهم الفستان الاحمر كويس بس طويل قوي تحت الركبه. يا ريت تبقى تقول لمدام انعام كده. من عينيا يا هاني، هنقص منه 5 سنتي. 5 ايه؟ 20 30 40. 40 ايه يا ابله؟ ده يبقى شورت مش فستان. ومال وماله ايه؟ ده يبقى مش معقول. انا بقى عايزاه اللي مش معقول ده. من عينيا يا فندم، هنفذ لك كل طلباتك. و الويست بص لي كده. أيوة. شوف كده من عينيا الويست. من عينيا. ها الويست تاخد منه قد ما تقدر، انا عاوزاه مظبوط على الاخر، مش عاوزه تنافس علشان كل اللي يشوفني يتهبل عليا. عينيا يا هاني، الفستان الاحمر هناخد منه قد ما نقدر، والطول هنقصره بقدر الامكان، والوسط هينظبط على الاخر، حتى الزرايب هجيبها لك على اخر موضه. شكرا. وان شاء الله هيعجبك قوي. طب ويا ترى الفستان الاسود؟ لا الاسود معقول، المفروض يكون كده. اسود؟ اسود ليه يا ابا؟ عشان حشمه، وبعدين يعني تحصل حاجة كده ولا كده لا سمح الله تبقى الواحدة مستعدة فستان اسود. أعوذ بالله عليك، أنا عارفة أنت تقصدي إيه، لكن إن شاء الله ربنا هيخيب ظنك. أنا جبت سلت أحمد دلوقتي. شفتي؟ أنا فاهمة قصدك كويس، لكن إن شاء الله إن شاء الله
برضو يا هاني استاذن انا بقى. انت لسه هنا يا استاذ زكي؟ انا اسفه قوي. لا العفو يا هاني، ربنا يطمنك على البيت ويشفيه ان شاء الله. استاذن انا بقى، السلام عليكم. مع السلامه يا استاذ زكي. تقول لمدام انعام على اللي قلت لك عليه، الملحوظات اللي قلتها، الاحمر تقص تقص والاسود كويس، وفهمها بقى انه في فساتين كتير جايه في السكه. عينيا يا فندم، كل طلباتك هننفذها على الوقت نحو المطلوب. ماشي، وان شاء الله هتكون مبسوطه قوي قوي قوي. متشكره قوي يا استاذ. مع السلامه. الف سلامه. ايه بقى حكاية الفساتين الكتير الكتير اللي لسه جاية في السكة دي؟ ايه؟ ما انت عارف هي مش كل عروسة يلزم لها كده كام فستان؟ عروسة؟ انت لسه فاكرة الحكاية دي؟ نعم يا حبيبتي، وهي دي برضو حاجة تتنسي؟ ايه؟ جوزي ومات من زمان، اترملت بدري، اظن بقى من حقي ان انا اعيش بقية حياتي. يا ابلة انا ما قلتش حاجة يا حبيبتي، انا ما قلتش حاجة، بس احنا مش كنا اتفقنا مع بعض اننا نأجل الموضوع ده شوية لغاية ما احمد يخف وهو برضه يقف جنبي. احمد يقف جنبي؟ ده الود يوده يتفني بالحي. وبعدين بقى انا ما ضيعش فرصة زي دي من ايدي. ايه فرصة؟ فرصة ايه؟ شوفي بقى، العريس غني قوي، عنده عربية مرسيدس. وايه يعني لما يكون عنده عربيه مرسيدس؟ لا وايه؟ عمارتين، كل عماره 12 دور وبسطوح، وكل دور 4 شقق بالتراسينه. هيكتب عماره منهم باسمي والعماره الثانيه باسم دعبس. دعبس؟ ويطلع مين دعبس ده؟ ايه؟ ابن مراته الاولانية. اصل هو ارمل زيي، ما خلفش الا ولد واحد بس. دعبس دعبس. لا دي حاجة ظريفة قوي. لا وايه بقى يا سهير؟ هيتهبل عليا، هيتجنن، هيموت علشان يتجوزني. واللي زي ده بقى يا حبيبتي هيبقى زي الخاتم في صباعي، اقول له شر يشرب، غرب يغرب. هي دي كل احلامك يا ابله، ان يكون عنده فلوس كتير وتقولي له الشر اي شر غرب يغرب. فضك بقى يا حبيبتي في الكلام. عنده ايه كمان يا روحي؟ ايه؟ علبه سجاير ذهب في ده قد كده بكام؟ ب2000 جنيه. قولي لي بقى يا حبيبتي، يقدر سي احمد بتاع يجيب نصها؟ لا ما يقدرش. ومع ذلك ايش جاب لجاب؟ الحكايه مش فلوس وعربيه مرسيدس يا ابله. احمد جوزي فنان، كاتب كبير، قطع بتاع الملاهيم. ملهمات ملهمات يا اختي، انا هفضل اطاين فيك الامتى يا ساتر. انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ انت طلعت لنا منين دلوقتي؟ انا ما طلعتش، انا نزلت. كنت قاعد تعبان، لقيت نفسي جالي مغص، هوب نزلت. اسود اسود وقعتك فين امبارح؟ لسه ما جاش. لسه ما جاش؟ انا كنت عايز اطمن عليه، اشوف عمل ايه مع المنتج والمخرج ده. طب اذا كنت تعبان يا عادل خش ارتاح واوطي لغايه ما ينجح. اوكي. انا تعبان فعلا، عندي كركديه. لا عندي ينسون. شيح اي حاجه بس تضيع مجهودك. هيجننوها. ارجوك يا ابله من فضلك اجلي موضوع الجواز ده شويه. نعم يا اختي. ايه بقى اجلي موضوع الجواز ده شويه؟ انا قصدي يعني تاجليه شويه لغايه ما احمد. بقول لك ايه بقى يا سوسو، انت هتسكتي ولا تشيلك فيه كشه يفضل يقع في طب ساكت؟ لا لا، طب على ايه؟ طب بس لا يكون ولا على الباب بعدين يسمعك. اه يا انا هتجنن خلاص. اهلا يا بركي. يا سوسو بركي، مبروك يا حبيبي. على ايه؟ بعت المسرحيه وقبضت ثمنها كله. صحيح يا احمد، الف مبروك يا حبيبي. و يا ترى المبلغ كبير؟ الحمد لله. انت وشك كان عليا نادي النهارده الصبح، وانت كمان كان هزارك معايا. لا
هادي برضو. الله الله الله، ده انا لازم اشوفك كل يوم عشان اقبض فلوس. معقوله حلاوتك دي؟ معقوله طعامتك دي؟ من عينيا الاثنين يا حماده. كانت فين العواطف دي كلها من زمان؟ خلاص بقى، اللي فات مات بقى يا احمد. ايوه بس المهم تفضلي كده على طول. امال ايه بقيت الشهر؟ شهرين اوكازيون ولا يهد. ايه بقى حكايه شهر وشهرين دي؟ ايه بهزر على راي عادل اخويا. اضحك 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 اضحك. ايوه بس حكايه شهر وشهرين دي يعني ما تضحكش. اما انا بقى يعني عاملين لك طبق كريم، انما ايه بقى يجنن. يا حماده طبق كريم حلو قوي قوي قوي، عايزنا احنا الاثنين نعمله. هجيبه لك وشايلاه في اوضه النوم، هيعجبك قوي قوي حبيبي. ادم ما نشوف قرايبكم. هيعجبك لكاكيم لكاكيم، هتاكل صوابعك وراها. اتفضل يا حبيبي. لا انا اللي هقعد. لا يا اب، لا انا اللي هقعد. لا انا اللي هقعد. لا 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 انا لا انا لا انا بس اخويا وعاوزه اكل فيها حاجه دي. لا ده ايه يا عاج ده فيها الهنا والسعاده كلها. خياني يعني لازم اوريك من هنا العمره. بتقول ايه يا حمادة؟ لا بدل بقول ان انا سعيد، حاسس ان انا طاير في السما كده، حاسس ان انا في الجنه. اهو اللي مستعجل على الجنه. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا ست انت؟ انا بقولش، بقول انا اللي هاكلها. لا انا اللي هاكل. لا انا اللي هاكل. لا انا اللي هاكل. لا انا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ انا مش فاهم ابدا. انت معلقه وهي معلقه. اهمدوا شويه، اهمدوا، خلي الواحد ينبسط. يا راجل مرسق عين العقل، عين العقل. خد يا حمام. هم يا جمال، هم يا جمال، هم منها عبال زي العسل. عبال اسم خاتي يا حبيبي. افتحي بقى. افتحي يا امولة انت يا غدي يا غدي يا غدي. دول تقعد تغنم ازاي؟ دور علي. بتعجيني نرسي. يلا يلا يا جمال يلا. لا لا دي كبيرة قوي. لا الله، الولاد الحلوين بيعملوا ايه؟ تمام. سقفوا لي وانا نط نط. عندي مشوار مهم بس لازم اعمله وبعدين انا ارجع تاني. طيب يا روح قلبي يا حبيبي. انت يا ابله بقى بلاش والله الحركات المخيفه اللي انت بتعمليها دي. يا حبيبتي الناس كلهم خيبتهم السبت والحد، وانت خيبتك ما شفتهاش على حد. ده قعد يا حبيبتي ودلد الرجليه. معلش يا اب انا موافق، بس بلاش تعملي الحاجات المخيفه اللي بتعمليها دي. فوت يا دي الشهر فوت. مالك مالك ماشي تتاتا كده ليه؟ انا مستعد اضحي بكل شيء علشان خاطرك يا احمد. حبيبي يا احمد. فوطه فوطه على طول. لا لازم ازعل. الله، حد في الدنيا يخش الحمام ما لقاش فوطه. يا حبيبي اهي يا اخويا. ليه كده يا سهير؟ ليه يا حبيبتي؟ حاجه زي دي لازم تكون موجوده. مش بقى يا قبل حصل خير. هيجي منين الخير؟ تسيبيه ربع ثانيه يجر ميه وتقولي لي خير يا سهير. مشت 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 المشت. يا حبيبي انا
قوي. اكيد معلقه ودي معلقه. ايه الحكايه بالظبط؟ عايزين ايه الجماعه دول؟ مش فاهم. انما المهم اديني باخد حقي. المشطح بص بقى، انا اللي لقيته لك الاول، عيني لمحته قبل منها. انت عليك يا عيني. افرحك يا حبيبي. لا لا معلش يا قولي يا سوسو. ايوه يا حبيبي. عايز بنجلاوه من ايدي. يا عينيا يا عينيا. يا مدام ازيك يا ستي؟ ان شاء الله تكون احوال المغنى كويسه. اهلا وسهلا. مسرحيه ايه؟ لا كنت مشغول بس. في المسرحيه طبعا. ها شهيره ايه بقى؟ ما غيرت اسم البطله خلاص. مين اللي بتتكلم؟ شهيره حبيبي؟ ده جوزها هو اللي طلبني. ويبقى ايه يا حبيبي لو كانت هي اللي طلبتها؟ طيب يلا. بقول يا مدام سهير عايزه اتكلم حضرتك. الو اهلا اهلا يا شهيره. لا بقى انا زعلانه منك، عايزين نشوفك بقى. ما حدش شافك يعني من يوميها كده. طب ايه رايك بقى؟ انا عازماكي عندي الليل. يا سوسو يا سوسو، انا قلت لك ان انا خارج دلوقتي، عندي ميعاد مهم. طب يا شهير انا في انتظارك يا حبيبتي، بس اوعي تتاخري بقى، احسن احمد عنده ميعاد مهم جدا ولغاها عشان خاطري كده. بتدبست. طب يا حبيبتي باي باي. ده كلام يا سوسو؟ انا لسه قايل لك ان انا خارج. اعمل ايه يا حبيبي؟ اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. مفيش فايده في الغيره بتاعتك دي ابدا. لا 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 لا، غيره ايه يا راجل؟ يا راجل استحبح وخد راحتك ولا يهمك. يلا ما حد واخد منها حاجه. اتفضل القهوه يا حبيبي. قهوه ايه بقى؟ ده انا رجعت اخاف منك تاني. يا خبر، في برضه حد يخاف من مراته وحبيبته؟ من الكلام الناعم ده اللي اخرته ايه؟ ما مش عارف. نعم. وانت لسه شفت حاجه؟ بس انا زعلانه منك. زعلانه مني ليه؟ سمعت بتقول انك غيرت اسم البطله. طبعا امضي عن نفسي التهمه دي واخلص. وتهمه ليه؟ راجل فنان زي ده لازم يكون في خياله وهو بيكتب ملهمه جميله يستوحي منها. الله، العب كلام الناعم ده اللي يوقع الواحد حالا. لا لا لا، صدقني يا احمد الكلام طالع من قلبي، والغيره العاميه اللي كانت جوايا انتهت خلاص. ايوه بس يعني موضوع شهيره ده بالذات، شهيره ده بالذات هيكون اسم بطل الروايه زي ما انت عايز. انا مصره على كده. يا سلام، دي هتبقى مفاجاه حلوه قوي لشهيره لما تعرف اني طلبت منك تخلي اسم بطلة الروايه على اسمها. يا ستي وانا فيك الساعه اكلم المخرج يرجع اسم البطله اسم المسرحيه كمان شهيره. يا سلام يا سوسو يا سلام. ما كنتش فاكر ان العظمه دي
سيبك من كلمة عظيمة دي، قول حبيبة. الكلمة دي تساعدني أكتر. يا روح حبيبتي يا ستي. يا حياتي، يعني يعني خلاص اطمنتلي يا أحمد؟ إيه اللي اطمنتلك؟ أنا عايز إيه من الدنيا دي كلها غير إن أنا أريحك وتريحيني؟ مش عايزة حاجة أكتر من كده، أنا دلوقتي في منتهى السعادة. طب ممكن أسألك سؤال واحد تجاوبني عليه بصراحة؟ اسألي زي ما أنت عايزة. عرفت كم واحدة من يوم ما اتجوزنا؟ الله ديلو، اهو ده اللعب اللي على مستوى. يا حبيبة قلبي اعرف كم واحدة عليك؟ ده معقول؟ لا ابدا، انا قصدي احمد. قصدك ايه؟ ده مش قصدك انت، ده قصد الست اختك هي اللي غاوية تتدخل بيني وبينك. ليه بس يا احمد؟ ازمة تسجد تقصد ايه؟ اصلها مش لاقي حد تفرض عضلاتها عليه غيري انا. بقى ده اسمه كلام يا احمد؟ ده هو ده الكلام يا سوسو. انا عايزك تسمعيني مره، عايزك تفهميني يا حبيبتي. تعالي نقعد كده ونتكلم مع بعض. ممكن؟ نعم اتفضل. مفهوم الزواج عندك لازم يبقى مختلف تماما عن مفهوم الزواج عند الست فتحيه دي واللي وغيرها. دول فاهمين ان الجواز ده ايه؟ تملك. يعني الست لازم تتملك الراجل، تملكه. الله، طبعا مش جوزها، دي حاجه طبيعيه. لا مش طبيعيه ابدا، ده غلط. غلط؟ طبعا غلط، لان الست لما تفهم الاول ان جوزها ده هي بتملكه هتحس انها سته. فاهماني ولا مش فاهماني؟ هي دي. واي انسان بيحس انه بيملك شيء هيحس عشان الراجل هيرفض المنطق ده طبعا بطبعته. ربنا خلقه هو الجانب الاقوى. من ساعه ما الدنيا دي اتخلقت لغايه دلوقتي هو اللي بيحمي المراه، هو اللي بيحميها في الاول. يعني طبعا سيدنا ادم كان بيحمي ستنا حواء من ايه؟ من الظروف والازمات والوحوش الى اخره. لغايه النهارده الراجل بيحمي المراه. دي حاجه طبيعيه. هو احنا عندنا عضلات زي عضلاتكم؟ يبقى الست العاقلة تعمل ايه؟ تبعد عن المنطقة دي خالص، ما تناقشهاش مع جوزها، وإلا حياتهم كلها هتبقى خلافات. وحتى لو ظهر بعض نماذج من الرجالة الضعيفة فدول أقلية. طب ونحل الأزمة دي ازاي؟ فهمني بقى، أنت أديب كبير. ده مفهوم جديد للعلاقة الزوجية. اللي هو ايه؟ الست لازم تفهم إن الزواج مش علاقة تملك منها للراجل. والراجل برضه لازم يفهم ان الزواج مش علاقه تسلط منه على الست، يعني مش فرد عضلات. طب والعلاقه دي نسميها ايه؟ نسميها شركه بين الراجل والست، مشاركه وجدانيه عقليه. الله حلو الكلام ده قوي. أنا موافقة على كل كلمة بتتكلمي اللي بتقولي يا أخي، بس ما كنتش بتقولي كلام حلو زي ده من زمان دي يا أخي. ما اديتنيش فرصة. أنا ندمان على اللي فات من عمري معاك، وأنا مش فاهماه، لكن أنا هساعدك يا أخي، هملى حياتك سعادة وبهجة وهنا. صدقني يا أحمد، صدقني. وانا عايز ايه من الدنيا غير كده؟ انا دلوقتي ايه ده بقى؟ حد في الدنيا ده يضرب جرس دلوقتي؟ مساء الخير يا حضرتك. مساء النور. انا ساكن تاجر. اهلا وسهلا، اتفضل. انا جبت الفساتين الجديده للهاني، الفستان الاحمر والفستان الاسود. اسود؟ ايوه. ده مناسبته ايه بقى؟ الله، هو انت ما تعرفش؟ اصل البيه بعيد عنك تعبان قوي، ده باين انه هيودع. بيه؟ أيوة. بيه مين؟ يودع؟ ايه؟ لا مش انت يا احمد، مش انت. امال يعني فاهميني في بيت تاني في البيت ده غيري؟ اخد فكره بس.
عادي عادي يا اخوي. عادي يا اخوكي؟ اه زهران معايا امبارح وزي الحصان. بيتهيألك يا احمد بيتهيألك. جرالك حاجة؟ انا 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 هو عيان قوي بس انا حابة افهمك كل حاجة بعدين يا حبيبي. ده اسمه كلام ده يا اسطى زكي؟ اقول لك اخويا طول كوفي. اسف والله يا مدام. الظاهر اني سمعت غلط. هو غلط بعقلك ده كلام ده. برضوني يا استاذ ربنا يهنيك بصحتك وبشبابك. اعمل معروف سلك ودانك بعد كده ما تقلقش بدايه. حاضر يا فندم هسلك وداني. استاذن يا مدام والحاج عن سعادتك. شكرا يا استاذ. السلام عليكم. مع السلامه. ايه ده؟ تعالي هنا فهميني حكايه عادل اخوك. عادل شغال فين؟ ده تعبان قوي. عادل؟ تظهر الحكايه جامده وانا مش واخد بالي. ما احنا ما رضيناش من امبارح للنهارده ما رضيناش نقول لك اي حاجه خالص عشان خاطر كنا عارفين انك انت تعبان ومتالف وما عندكش اعصاب للحاجات دي. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ طب حصل له ايه بالظبط؟ اعرف بس. هو تعب قوي زي ما انت عارف كده. صحته كويسه قوي وبعدين فجاه حس بشكه في قلبه. يا ساتر يا رب. وبعدين وديناه للدكتور وكشف عليه فلقى ان عنده مرض خطير جدا وهو ما عندوش اي حاجه. يا ساتر يا رب استر. الحمد لله. طفي خلاص. لا الحق جوزك ماله. بقول لك خلي بالك ما عندوش اي حاجه. مش خالص. لا لا لا. بقول لك ايه بلاش دي. ايه بس عاوز ايه؟ انا عايزك تهدى خالص وتحط ايدك على كتفي كده. ايوه وايدك الثانيه. بقول لك ايه؟ الله ايه حكايتكم بالظبط مش تفهموني؟ كده انت مش تفهميني؟ انا تعبان. ايوه اسمع كلام اختك. بلاش قادر اخوك. طيب انا تعبان يا حبيبي. تعالى هنا. اختي انا بقول لك ايه؟ هجيب لك دواء يخليك زي الحصان. صبرك عليه. أيوه. هو ايه الحكايه بالظبط؟ بقول لك ايه؟ انت عارف انه ضعيف وقلبه خفيف. اقعد تريز زي ما قال لك انك انت عيان تبقى عيان. تعبان يا اخويا. مش اخويا. سلامتك يا اخويا. مالك يا عون؟ البكريه؟ الفقريه. اسال اختك. مال اخوك يا سهيل؟ ابدا يا ست. الترزي بتاعك كان جاي يسأل عليك ومعاه الفساتين الجديدة. قابل أحمد بالصدفة جاب له زرف العين. يا لهوي وقلت له إيه يا سهيل؟ قلت له إن عادل اللي عيان مش هو. يعني فوتته عليا. أنا كنت هتصرف إزاي يعني؟ كنت أطلع من المطب ده إزاي؟ تطلعي من المطب تقومي تجيبي عجلة؟ ما أنت زي الحصان أهو. إقص عليك يا سهيل. مالك بتفولي في وشه كده ليه؟ ده أخوكي برضه. أخويا عندك أهو يا أختي أهو زي الحصان. قوم يا أخويا نط نط. يا ابني بلاش الكلام. عادل انت عيان يا عادل مش كده. يا حبيبي يا عادل انا تعبان يا احمد. ايوه اشرب شويه الكرامين دي وانت شديتها. كرامين؟ حقيقي هات لي جاتلي الكرامين. بقول لك ايه؟ اسمع كلامي كده بقى. طب بلاش الكرامين دلوقتي. قوم معايا على سريري. ايوه يا عادل. طب ما دام فيها السرير ما اطلع سرير احسن يا عمي. ما هو ده بيتك يا سيدي. يلا 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 تعبان يا يلا تعبان يا الحمد لله معاك نذكر انت تعبان يا ساتر يا ربي. همي يضحك وهمي يبكي. بلا يضحك بلا يبكي. فضيها سيرة بقى. لا 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 يا ابا ارجوكي. لا مفيش احد. ده لسه من شوية قال لي كلام جميل قوي حلو زي العسل عمري ما سمعته منه قبل كده. هي دي العلامة. بيعملوا كده قبل ما يودعه. ايه؟ ده الدواء ونيمته. الحمد لله. تسلم يا اخويا. بقول ايه؟ قول. يا جماعة أنا مش مطمن أبدا. يعني متهيألي إن أنا نشوف الدكتور نشوف حاجة ما نسيبوش كده. أنا لازم أعمل حاجة. لا لا لا. بقول ايه؟ أطلع فوق للدكتور محسن أهو يجي يشوفه ويقول له كلمتين يطمنوه. لا أمل في عند ربنا والبركة فيك يا أحمد. دكتور ولا حاجه. احمد انا بقول ايه؟ شوف بقى يا حبيبي انت تروح المشوار بتاعك احسن بعدين هتتاخر. تعالى بسرعه. لا 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 انت سددت نفسي على الدنيا كلها. لا يا خبر عادل
لا 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 يا حبيبي لا، ده مش مشوار مهم قوي ولازم تروح. يلا يا حبيبي يلا يلا. هم 5 دقايق وده جنب البيت، انا مش هتاخر. يلا ها ما تخافوش يعني. يلا يلا. مين اللي جاي دلوقتي؟ ساتر يا رب. اهلا 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 يا حبيبتي. انا سعيده قوي ان حضرتك شرفتيني. الحقيقه انت اول ما كلمتيني في التليفون وعزمتيني لغيت كل اللي ورايا وجيت على طول. وانا سوقت العربيه باقصى سرعه وخدت مخالفتين، واحدة ب5 والتانية ب50 عشان عديت مزلقان، لكن ولا يهمكم فداك كل حاجة. ازيك يا موقارة؟ لسه برضو مصرة ان شهيرة مراتي ملهمة؟ اصل يعني حكاية الشوكولاتة والتويست والروج. طب ممكن يا موقارة اوضح المسألة؟ يا ريت وضح يا اخوي. المسألة مش أكتر إن شهيرة مراتي غاوية فن تمثيل وغنى، ولما عرفت إن صديقي الأستاذ أحمد مؤلف مسرح كبير طلبت مني أكلمه عشان يرشحها في أدوار مهمة في المسرحيات اللي بيعملها. فلما جينا هنا زرناه المرة اللي فاتت الراجل كان كريم وقدم لنا شوكولاتة. شهيرة كلت من الشوكولاتة ومسحت شفايفها بمنديلها ونسيته هنا. فيها حاجة دي؟ بالظبط هو ده اللي حصل. اما بالنسبه للكاسه اللي شفتيها على الترابيزه انا اللي جبته وولعته عشان كان نفسي اسمع شويه مزيكا بما اني غاويه الفن. بقى اعمل ايه كده؟ اظن بقى انا اتظلمت كفايه وظهرت براءتي والحمد لله. يا حبيبي يا احمد الحقيقه يا استاذ بهجت انا متشكره قوي انك حضرتك ووضحت كل حاجه وظهرت براءه احمد. الحمد لله يا هاني، بس احنا اسفين قوي اذا كنا سببنا لكم اي مشاكل. ابدا ابدا يا راجل، احنا اخوات. سلام سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا مرحبا. زين وانا نازل لقيت باب الشقه مفتوح قلت اجي اطمن. اهلا يا راجل، اهلا بيك في اي وقت. اتفضل يا دكتور. اهلا اهلا، اتفضل يا حبيبي. اهلا وسهلا. ايه طمني، ايه الاخبار؟ خلصت المسرحيه؟ وبعتها وقبضت ثمنها الحمد لله. كده يبقى الاجازه خلصت. أجازة؟ أجازة إيه يا أبو حسن؟ الحقيقة أحمد مش عيان. إيه؟ بالعكس أحمد صحته زي البوم. وإذا كنت فهمتكم إنه عيان ومحتاج لأجازة فده أنا حبيت أديله أجازة منكم ومن مشاكلكم. أيوه عشان أهيئ له الجو المناسب اللي يقدر يعيد فيه كتابة المسرحية اللي اتقطعت. الكلام ده صحيح؟ هي دي الحقيقة يا أحمد، إيه رأيك؟ مش فكرة؟ فكرة؟ دي فكرة ما حصلتش. دي فكرة هائلة خالص يا دكتور، برافو عليك. هي دي الأفكار ولا بلاش؟ دكتور محسن اديله 10. يا داود ايه ده؟ ايه اللي حصل في العيلة دي كلها؟ دول كانوا خايفين عليا بطريقة مش معقول. مش تصور ان كل واحدة من الست دول كانوا بيأكلوني بالمعلقة. تصور كل واحدة عايزة تأكلني قبل التانية. مش معقول ده. ايه الهنا اللي كنت فيه ده؟ مش معقول. يا حبيبي يا حبيبي يا احمد الحقيقة يا دكتور انا مش عارفة اشكرك ازاي. انت رسمتلي اسلوب جديد امشي بيه في حياتي مع اهلي. انا في الشهر ده اتعلمت ازاي اعمل وحضر كده على طول. ايوه يا دكتور بس شهر شايلينه على كفوف الراحه. طب خليها اسبوع. شوفي يا مدام المعامله لازم تكون كده على طول. وانت كمان يا مدام سوريه مش لازم تحسي ابدا ان جوزك في خطر علشان تعامليه كويس. لا 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 انا شخصيا هعامل احمد بمنتهى الحب والسعاده، حمل حياته سعادة وبهجة وهنا. مش كده ولا ايه؟ انتوا عارفين الانسان لما بيزعل وبينفعل انفعال شديد لسانه بيفرز ايه؟ ايه؟ سم. سم؟ ايوه سم، ده ثابت علميا. على كده انت ممكن تسمينا كلنا. انا شخصيا مش هزعل احمد ابدا. وانا كمان يا باجت عمري ما هزعلك خالص، وحمله من هنا ورايح حياتك كلها بهجه وفرح وسرور كمان. شوف
كلهم خافوا من السم الزرق. انا اسف يا مدام فتحيه على صراحتي، لكن انت السبب في اللي حصل ده كله. فاكره المسرحيه اللي قطعتيه؟ ايوه حتتا حتتا. اربا اربا يا اختي، اديها سم اديها سم. انا بتمنى لكم كلكم السعاده، وانت يا احمد بتمنى لك السعاده والتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا يا مصر، الف شكر. سلام عليكم. مع السلامه. أسفة يا أستاذ بكر، أسفة، أسفة ليكم كلكم. الحقيقة أنا مش عارفة كنت بعمل إيه، مش عارفة، سيطرة، مش عارفة، لكن اللي انا عارفاه كويس ان انا اترملت بدري، اتحرمت من العطف والحنان، اتحرمت حتى من الكلمه الحلوه. ولما كنت بشوف احمد وسهير بسعاده وهنا، كنت بحس ان انا هتخنق. كانت بيجيلي احساس من جوايا ان انا عايزه ادمر السعاده دي، عايزه اعمل اي حاجه. لكن لما حسيت يا احمد انك في خطر، وشفت سهير اختي وهي بتتعذب وبتعمل المستحيل علشان، اتغيرت يا احمد، اتغيرت حقيقي، وشلتك على كفوف الراحه يا احمد. يعني انا مش وحشه، صدقوني انا مش وحش، انا مش شريره، انا شريره. ليه بس كده؟ ليه قلبتيها دراما بالشكل ده؟ مينو دراما؟ مينو دراما يا بيه؟ قبل فتحيه ايه ده؟ مالك؟ جرالك ايه؟ معقول اللي بتعمليه ده؟ ده انت غاليه علينا كلنا. ثم انت لازم تتبسطي وتفرفشي كده عشان العريس الجديد. ايه ده بقى؟ عريس جديد؟ يعني ايه؟ امان ابنة فتحية متقدم لها عريس وهي موافقة عليه. لكن انا مش موافق. وانا كمان مش موافق. لو انا طلطوق ولا ايه؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ انا مش موافق. الله 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 الله، حلكم يا جماعة، جرى ايه؟ هو لسه حصل اي حاجة؟ ابنة فتحية لما جت تتكلم معايا في الموضوع ده، قلت لها نأجله شوية لغاية ما احمد يخف. كنا فاكرينك عيان صحيح يا سي احمد. خلاص بقى يا استاذ احمد، وافق علشان خاطرنا. وعشان خاطري انا كمان بقى يا ابو حميد توافق؟ ايوه، بس اصل الموضوع يعني ما يتاخدش قفش كده. ثم الشرع بيقول ان العروسه لازم توافق. انت موافقه على الراجل اللي متقدم لك ده؟ يا سي انت تبقى مش موافقه. لا موافقه. موافقه على الراجل اللي تقدم لك؟ الامر امرك يا سي احمد. خلاص ابا موافق. وانا كمان موافق. يا سلام، ده هيبقى اسعد يوم في حياتي. وانا بقى حذفتها حته زفه ما حصلتش، وهغني لها بنفسي ونبدا بقى من دلوقتي. من دلوقتي.